السلام عليكم، أنا سام. في هذا المقطع سأريكم طريقة صنع فارم أيرون سهلة وفعالة في ماينكرافت. في الواقع لدي طريقتين لصنعها، لكن في هذا المقطع سأريكم طريقة واحدة. إذا جاب الفيديو تفاعل سأقوم بالطريقة الثانية. الأبعاد هي 5 بلوكات في 5 بلوكات، والعمق هو 5 بلوكات. هنا نضع 3 أسرة و 3 وظائف للقرويين. نغلق بأي نوع من البوكات. يمكنك تحسين ديزاين فيما بعد. وهنا نضع 3 قرويين. يمكنكم زيادة القرويين حسب الكمية الايرون التي تريدونها. علما انه لكل 3 قرويين يرسبن 1 ايرون غولم. الان تضعون اللافتات بهذه الطريقة تماما لحبس اللافا. الان اللافا محبوسة، وهذا جليتش لن تحرق اللافتات. الآن نضع الماء في 4 زوايا لتجعل الأيرون غولم يتجه نحو الوسط. الآن نحفر للأسفل ونصنع حجرة تؤدي للقرويين. الآن أنا وضعت قارب لحبس الزومبي، لأن الزومبي ضروري لنجاح الفارم. ثم تضعون الترابتور بهذه الطريقة لتستطيعوا الانبطاح والدخول من بلوكة واحدة. والآن كما تلاحظون رسب الأيرون غولم في مكان خاطئ. الآن يجب عليكم تحويل بلوكات الدرت إلى اللون الأصفر لكي لا يرسب الأيرون غولم في مكان خاطئ. امسحوا أكبر مساحة ممكنة لكي تتجنبوا الأخطاء. الآن ننتظر قليلا لأنه من المفروض أنه سيرسب في المكان المطلوب. وكما تلاحظون نجحت الفارم. وفقط كان هذا كل شيء. لا تنسوا اللايك إذا أعجبكم المقطع، وإلى اللقاء في مقطع آخر.